اش نسوني بالدوري السيده نعم الدفاع ديال المعتقلين ما بغاوش تحضر تواصلي مع راسك بيدله الدفاع ديال المشتبه فيه ما بغانيش نهضر كيحتج بالقانون انا ما كنفهمش القانون انا ما انا بغيت نعطي الكلمه ديالي وعندي اقوال ديالي خصني نقولها يعني في وسط الجلسه باش تحسب علي فهمتي ما كنقولهاش غير هكذاك ولكن هما رفضوا حجه القانون وحنا متتنا ما عندنا ما نديرو شنو رايك في الطلب اللي داروه هما بغاو يتبعوهم في حاله الصراحه من حقهم هذا اجراء قانوني على ما سمعت اجراء قانوني من حقهم عادي جدا والنيابه والهيئه لها كامل الصلاحيه باش ترفض او تقبل نعم وشفت بنتي وتزوجت وهبت لا روتين ديال المعالج بالهم وبالغم وصافي وخديت اجراءات ديالي تمايا يعني ضرورية بيان سيغ ان شاء الله راه الاوكل ديالها غيبان باذن الله. نون شكرا السادة كيقولوا الجالية باش انك تستعني في هذا الملف هذا الجالية باش يساعدوك على هذا الملف هذا. قادة باش تعطيني حقي انما قال لك ضروري من ماشي سند كيف كنستند على الرأي العام وتكلاني على ربي وعلى الهيئه. نعم. ونتمنى ان شاء الله يكون خير. يا ربي امين. انا غادي ننطلق من الجمله اللي قالت السيده حي خاص لابد الاثبات والدليل وانه اذا كان ابن ديالها حقيقه توفي فخاصها تكون تعطيه واحد الدفن بالكرامه ديالو واذا كان حي خاص هاد الجونات يجيبوه ويتعاقبوه لان هذا غيتعتبر اختطاف لواحد القاصر اللي خديتيه وما عاودتيش رجعتيه فباش حنا ما يتفشاش هادشي في المجتمع ماشي اي واحد يمكن لك تبدا تلعب به وتبدا تقبض القاصرين وبدا القاصر او غير القاصرين وانكم انك تخفيهم ومن بعد ما تجي امام المحكمه ما تعطي حتى شي دليل وتبين المحكمه على انه يعني داب وغبر راه حنا ما عندناش شي حاجه سميتها داب وغبر عندنا لابد بالادله وعندنا لابد انه اذا كانت واحد المتابعات اللي هي غلطه ومشات في واحد التوجه وحنا ما موافقينش عليها لان ما عطاتناش شي دليل ولو انها كتكون اجهزه مقتدره وعندها الحق فاننا عندنا الحق اننا نقولوا لها لا ما شفناش الدليل ديال واحد الحاجه وحنا باغيين واحد الحاجه واحده اخرى فهذا الملف هذا ما جابش لناش قاضي التحقيق ولا النيابه العامه ما جابولناش لا الموت ولا دليل على اي حاجه بان الابن القاصر ديال السيده حياه العالمي توفي فعلا وبالتالي حنايا حطينا امام الهيئه طلبات لاعاده التكييف القضيه من الموت الى الاختطاف والاختفاء علاش لانه باش تكون السيده حياه العالمي عندها الصفه في المطالبه بالحقوق ديالها بالنسبه للشهيده شهيدتين المره الاخرى اللي كنا طلبناهم باش يحضروا ضروري استاذه خيار تتكلكم على هذا الشق هذا لان هي اللي تكلفت بهذه الاجراءات وباش ني تعطي الراي ديالها فاهميه الشهيدتين اهميه الحضور ديالهم و يعني القرار ديال الهيئه المقره في التوجه هذا طالب شي بالخبره استاذه الخبره على الهواتف النقاله هي طلبات مودعه امام المحكمه الموقره ونحن ننتظر الدخول الى الموضوع من اجل البت في الطلبات ديالنا والمطالبه بواحد طلبات واحد اخرين جدد والحيث اللي كي كل واحد وصل للموضوع عنده الحق يحط في الطلبات ديالو والمحكمه كتستجب ليه. السلام عليكم. اليوم جلس الملف ديال بنان التهامي وتاخر الجلسه ديال 28 تشعود في هذه السنه ان شاء الله مع رفض الطلب الصراحه بالنسبه للدفاع ديال المتهمين واحضار الشاهدتين عن طريق القوى العموميه. بالنسبه للشاهده اللي كاينه كيقولوا مريضه اللي كاينه توصلت اول مره عادي والسيد الرئيس محترم كان المره الثانيه دار لها الاحضار عن طريق القوى العموميه وما تنفذش دار لها عن طريق القوى العموميه ما تنفذش واليوم جاو كيقولوا بان راه مريضه ما مريضه باقي تعاود هذاك السيناريو ما عرفتش كيفاش الدفاع ديال المتهمين كيرفض بحضور هاد الشاهده هي انا راه حنا ما كنقولوش شاهده راه ملي غتجي المحكمه ما غتبقاش شاهده غتولي متهمه راه هي المشتبه فيها الرئيسيه هي اللي حركت المتابعه هي اللي قالت بان التهامي قتلوا حرب ولا حرب
ما دمتي قلتي انت اللي قلتي الوالده ديالو راه قتلوا حرقوا له حرف بحر بحضور ديال الشاهده ديال صديقه ديال الاستاذه حياه كتجي غتجي كتجي الجلسات كلها على اساس تادي اليمين القرنيه وتشد بهذا القول وفعلا صدق القول ديال هذيك الشاهده صحيح مادام ان في الخبره على الهواتف كيقولوا ماتوا حناه ولكن مع ذلك الفرقه الوطنيه ما دارش كل شيء يعني ان هناك تمويهات من الاول من 2007 الى يومنا هذا بقى التمويهات الفرقه الوطنيه سطرت لنا بعض الهواتف ولكن ما فرغتهمش لينا فرغت لنا جوج هواتف ثلاثه هواتف ديال اشخاص ثلاثه قالوا اللهم نضحيو بهاد ثلاثه ونضحيو بكل شيء مع ذلك كيقولوا مات والحنان يعني انه بهذيك المتابعه اللي دار القاضي التحقيق بان مات والحنان عرفنا بان في الجلسه القاضي الموضوع تيسالي المناقشه ويسالي كل شيء وغادي يخرج الحكم غايقول البراءه فيما يخص القتل عنده اخفاء الجثه لانه كيقولوا مات ما كيقولوش قتلناه لان مات ماشي اللي قتلناه غايقولوا مات ورحناه ما كايناش جثه ما كاينش اعتراف يعني البراءه يحكموا له بهذا التبليغ حنا كنا اذكياء من هذه الناحيه لان حنا ناس ديال القانون ماشي ناس كنخلقوا ولا كنديروا شي حاجه عرفنا التبليغات اللي غادي نبيع جبنا الحساب والاحتجاز الى يومنا هذا تحت غرامه تهديديه قدرها 5000 درهم حنا ما كان بيننا لا ما بيننا لا فلوس لا والو وما كنقولوش حنا راه عندنا غير هذه غير عمدا باش نفرغوا الهواتف النقاله لان اليوم خرجت من 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 هذاك الشيء اللي كتشد في صدري وخرجت للقضاء علانيه قلت بان الميت في تمويهات من 2007 حتى يومنا هذا والدليل على ذلك من تحط الميت في 2007 راه المسؤولين اللي كانوا في 2007 لدرجه ان الاستاذه حياه 2013 دارت شكايه ضد الاستاذ لوسكي وفعلا هو وما استجبوش لها وفعلا هو الاستاذ لوسكي تورط في هذا المجال اذا حنا الاستاذه حياه كتهضر على الحق ما كتهضرش على الباطل لان حنا كنلتمسوا فريق الهواتف النقاله هما ما كان السيد الوكيل العام الهيئه الفارضه ديالو كيقول لنا رفض جميع الطلبات هنا عرفنا بان باقي التمويهات بان علاش كيقول لنا لا لانه القضاء واقف هو المحامي واقف هو اللي خاصو ينوض يدافع على الدوله هو الوكيل العام للملك كيفاش كتلبي بغيتي كترفض لنا جميع الطلبات الا ان الهيئه الفارطه قال لي الله يشكره الله يذكره بالحق كنشكره بهذا المنبر الهيئه الفارطه قال لي راه بزز باش تطوري الخبره على الهواتف على الجينيه كيفاش بزز تطوري الخبره على الجينيه كيفاش كترفض النيابه العامه ديما جميع الطلبات اذا القضيه فإنه مع ذلك موهونة بغاو يوهونا جثه خبره جينيه مشينا بلا ما علمونا ما تبقوش فصل 73 قانون المسطره المدنيه ما استدعوناش قالوا جاو لها عرفوا بنت كندا يعني انها ديما تابعينها تابعينا وتابعيننا حتى حنايا لان حنا متاكدين من هذا الشيء اللي كنقولوا ومع ذلك عرفوا بنت كندا وجاو لها قالوا شافوا هي مشات عندهم غدي قال لها غدا تكوني في الرحمه مع السبعه الصباح ما درنا شفنا التمويهات اللي درنا في الجثه الجثه فيها تمويهات كاينه العافيه الجثه ديكولجي شفنا ذاك الشيء خرجنا قلنا الحمد لله كنتوا معنا دينا معنا الصحافه حتى واحد بغيت يقرا الحمد لله ما قدوش يقولوا انا الجديد ديال اليوم بان الحمد لله انا قلت انا خرجت من الصمت ديالي وقلت خاصه تجي هاد البنت لانها الدار القوى العموميه لان كانت تمويهات وعلاش ما غاتجيش ما الغرض من الدفاع ديال المتهمين حتى هو اللي كيقول لك مرض عوضه وهي ما عندها مرض عوضه ولا والو هي نهار الاول قالت لي الاستاذه حيت تشوف الجلسه تلاقات معاها في القضيه التحقيق قالت لها جري طوالك اش جري طوالك ها هي الاستاذه حيت غتجري طوالها وهاي كل شيء غيبان احنا غنوصلوا الحقيقه لعل اللي داروا الرجال غيفكوا العيالات احنا دابا ما نتزاكلش معاهم فهمتي خرجت من الصمت ديالي وما بقاش غنخبي الحقيقه لان قضيه اللي كاين فيها تكوين عصابه اجراميه مي غيجيو كلهم غتفرغ الهواتف كامله غادي تلقى واحد مجموعه كبيره اللي هي مرتبطه عن طريق خبره الهواتف ديال الاباء مع من هضروا هذوك اللي هضروا معاهم شكون هما كل شيء غادي يبان وما غنزيدوش على هاد الميت حتى تبان الحقيقه لان هاد الميت اصبح راي عام عالمي ما بقاوش ندوزو هاد الميت الا لمتنا على ذكر النساء هل يمكن القول انكم شكلتم ضغط على هيئه دفاع المتهمين والدليل على ذلك ان احد دفاع المتهمين هدد المحكمه بعدم حضور يعني كان ربما كان اسلوب تهديد بعدم حضور الجلسه القادمه ان شاء الله ان لم تتخذ المحكمه او تسلم بان الملف جاهز للمرافعه. كيفاش تضغط على المحكمه؟ احد دفاع المتهمين قال للمحكمه الموقره وانا حضرت الجلسه
قال في اعترافاته قال ان لم تعترف المحكمه الموقره بجاهزيه الملف بان الملف جاهز للمرافعه والحكم سوف لن احضر الجلسه القادمه. ولا ما حضرش غيحضر واحد اخر. إذن عليه أن يتعهد لأن فعلا حنا كنتعهدوا غنبقاو نحضروا إلى الأبد. الملف غير جاهز. حنا غنستعدين نبقاو ميزعة أخرى. لا ولا يومين ولا سنتين غنموتوا. حنا المهم ما غنتنازلوش إلا إلا كانت وفاة. ما كلشي غنبقاو نأكدوا هذا الشيء. حنا غنوصلوا للحقيقة وواصلين للحقيقة وعارفين الحقيقة. راه من 2007 كانت الصورة ديال قتل تسمى في الملف اللي غنتأكد منها وخاصة تجبد الأرشيف وحيدوها من هنا. هذيك هي الوسيلة الوحيدة علاش هما بقاو بلاو حتى قاضي التحقيق بالقتل العمد تمويها لان هذيك قتل العمد هو كيقولوا مات مات حنا راه ما كاينش قتل العمد راه كاينه البراءه حنا درنا كيف المتابعه اللي خصنا في الاحتجاج باش نجيب يدخلوا الهواتف لان ما كاينش غير قتل العمد كاينه تكون العصابه الاجراميه مع القتل العمد هادشي غادي ليه كاين القانون الجنائي كله غيتنفذ هذا الميت لان حنا عارفين كل شيء والوسيله الوحيده هي الخبره الوالده تكون صحيحه بحضور الاستاذه حياه بحضور نحن بحضور السيد وكيل العام الملك بحضور خاصه تكون خبره نزيهه اما باش حنا ما يبقوا فصل 63 يستدعيونا باش يديروا لنا بحال جوج تما يستدعيونا شي مغادر علاش باش فيش من حقنا نحضروا علاش بغا يقول لنا هو اوفر دوز كانوا بغا يقول لنا صافي ثالث جلسه نقول الدوبه نقول لك واش انت باغي تهضري مع الدرك الملكي الدرك الملكي قال لك مات جاب الله مشينا شفنا حيت حنا عرفناهم وراه انا ناكده راه القضاء هاد الملف فيه تكوين عصابه اجراميه وقتل هاد الدري تكرسوا عليه داروا شتى انواع التعذيب وتورطوا فيها بناس اخرين هذوك الناس اللي مرضى راه كاين في الهواتف علاش هما ما باغيش خبره على الهواتف اذا لا كانوا عندهم براءه يجبدوا خبره على الهواتف كيقول لك هادو بقاو 45 جلسه كيفاش 45 جلسه راه هاد السيده من 2007 وهي هي قاتلين لها ولدها 13 مليار ولدها كيفاش كتسنى تعرف الحقيقة ولدها الحقيقة الحقيقة راه هي القتل راه هي أصلا راه ما تابعوش ما تابعوش هكاك قاضي التحقيق خاصنا الدليل والإثبات إلا أن قاضي التحقيق تا هو دار تمويه القتل عنده هما كيقولوا في الاعتراف مات وحنا ماشي هي جاي هنا في الدفاع نادت على ذاك الأساس راه كاينة البراءة حنا ماشي بولداء حنا حيدنا البراءة بغينا نديروا سكوير عصابة إجرامية كل شيء حضر اللي دار واللي تستر واللي كمل الجريمة كل شيء كاينين وراهما ناس بزاف ماشي شوية شكرا أستاذ نعم كان عندي كلمة هامي قضية شائكة وحق القانوني شائك أنا كنطالب هذاك اللي زرع الشوك نهار الأول في الملف ولا هذاك الجاردينيي اللي كان ذاك الحق القانوني وزرع الشوك يبدلوا الجاردينيي ويحيدوا الشوك من الطريق ونختصروا الوقت ونربحوا الوقت ونرتاحوا كاملين لا حنا ولا هما. Le kidnappeur, celui qui a kidnappé. اللي وضع البصمه ديالو النهار الاول في المحكمه الابتدائيه المحمديه وراه كيسمعني وعارف راسو. لازال يمارس نعم لازال يمارس العمل الله اعلم. اكيد ان هذا الملف هذا غادي يجر بزاف الناس لان بزاف الناس اللي متورطين فيه وكاين بزاف الناس اللي عرفوا الحقيقه وكاين اللي ما خدمش الخدمه ديالو وحنايا معاهم حتى نشوفوا علاش هذا الشيء ما كيطبقش في المغرب علاش ما كيطبقش العلم علاش ما كيطبقش كل شيء الوسائل والادله والاثبات غيجيو حتى الملفات ديالنا دابا في 2022 وباقي تيديروا لنا بحال هكايا راه صافي ما بقيناش باغيين هذا الشيء باغيين بحال نمشيو بحال الدول الاخرى المتقدمه اي حاجه الا خصنا ندوزو جميع مراحل ديال التحقيق خاصنا مثلا ليزونتين غولي وقوع تمركز الجينات العلم علاش لهذا الشيء كله ما غاديش نديرو عندنا الوسائل والدوله ديالنا كفيله انها تضمن لنا الحقوق ديالنا باش نوصلوا للاثبات ونوصلوا للدليل الحقيقي ما نظلموا حتى شي واحد اللي عنده شي حق غادي ياخذه والداوه يجيبوه هذه العباره الشائعه دابا الداوه يجيبوه. السؤال الاخير واش الجارديني الاسم ديالو مذكور في المحامي؟ سي لو كيدنابور. شكرا لكم. شكرا لتصريحاتك.